الحياة قبل الحرب كنا نأمن نطلع، ما كنا نقول إنه هلا دي يصيبنا شيء وشوي دي يصيبنا شيء. كانت يعني كتير حلوة. رفقاتي ماتوا لما انضربت، رفيقتي فاطمة وزهراء وسيدرة وولاء، فقدت أجري. بحب كرة القدم كتير، وقت عم بلعب طابة إنه ما بحس إنه بشي، إنه ولا فائدة شي أبدا. مدرستي بعيدة وبتعب بالمشي كتير، تعذب، بس نروح شو نساوي؟ معوقاتي الدراسية إنه ما في ضوء، بفيم الصبح إنه مشان أدرس إنه هيك بفيق بكير مشان أحفظ، بس ما إنه ما في ما إنه ما بفهم. أيضا إنه بصعب علي شيء، إنه بتمنى حدا يكون إنه جنبي ويشرح لي. بتمنى إني أكون بالمستقبل مدربة جمباز، لأني أنا كنت قبل لعبة جمباز، وهلا عندي أمني إني حقي إنه حلمي. بتمنى مستقبل سوريا إنه يرجع مثل قبل، يعني ما يتم محروب. نأمن إنه نطلع، ما إنه نرجع على البيت بالسلامة، ما إنه نطلع ما نرجع على البيت، نعيش مثل قبل.